بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ثم يقول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني ليس جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب وهو الجنة. ولذلك قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال عز وجل: ومن دونهما جنتان. ومن دونهما جنتان، قيل جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أما قوله تعالى ومن دونهما جنتان، فمعظم المفسرين فهم أن فهم من قوله تعالى ومن دونهما أن هاتين الجنتين دون المتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن الكريم. لأن قوله تعالى ومن دونهما يعني يشير أنه أن هاتين الجنتين أقل من المتين ذكرا أولا في الآيات السابقة، وهذا هو الظاهر يعني من كلام عامة المفسرين، وإن كان بعضهم ذهب إلى العكس وهو تفضيل الجنتين المذكورتين آخرا على المذكورتين أولا، ثم اجتهد في توجيه كل فرق بينهما لكنهم خط بما ينصر مذهبا. لكن كما أشرنا الأقرب الله تعالى أعلم أن الجنتين الأولين أعظم وأعلى وأفضل من الجنتين اللتين ذكرتا فيما بعد. وروي في الحديث: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فالأوليان من مقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى: جنتان من ذهب من مقربين، وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس: ومن دونهما جنتان، من دونهما في الدرج، وقيل من دونهما في الفضل. والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه: أحدها أنه نعت الأوليين قبل هاتين، يعني تعرض لذكر أوصاف الجنتين الأوليين قبل ذكر الأخرين، ولا شك أن التقديم يدل على الاعتناء. ثم قال بعد ذلك: ومن دونهما جنتان، وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني. ثم قال في الأوليين: ذوات أفنان، وهي الأغصان أو الفنون في المناس. وقال هنا: مدهامتان، أي سوداوان من شدة الرجل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: مدهامتان قد اسودتا من الخضرة من شدة الرجل من الماء. فمعنى قوله تعالى مدهامتان يعني خضروان أو ممتلئتان من الخضرة. وقال فكذا: مدهامتان خضروان من الري نائمتان. ولا شك في نظارة الأغصان عن الأشجار المشتركة في بعضها في بعض. فهذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في وصف الجنتين الأخرين في قوله: ومن دونهما، أي دون كينك الجنتين المنوه بهما جنتان أي بستان آخران،
إشارة إلى وفرة الجنان واتصالها وسعة امتداد الصرف في مناظرها. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، أي خضروان من الري تضربان إلى السواد من شدة القدرة، يعني من شدة اللون الأخضر تميل من شدة القدرة إلى السواد، أو تميل إلى السواد من كثرة رقي من كثرة أشجارها الممتدة لا إلى نهاية. واضح. فأحيانا المكان الأخضر الكثيف إذا رأيته من بعيد تراه يعني أسود، ولعل من ذهب إلى منطقة أبها في جنوب الجزيرة هناك غضبة عالية جدا تسمى السوداء، يسمونها السوداء أو السوداء، هذه الغضبة المرتفعة في أبها يعني يجد هذا المعنى. تراها في الأفق هي من شدة القدرة، قدرة كثيفة جدا، فمن شدة القدرة تراها كأنها سوداء، حتى الناس يسمونها السوداء أو السوداء. كذلك قرى العراق ثم يستوادا، يقال سواد العراق، ثمان ثم يستوادا لكثرة قدرتها. بل أحيانا يقال الليل المظلم أخضر، الليل المظلم يوصف بأنه أخضر، ويقال أباد الله خضر أهل يعني سوادا. فهذا خلاص الكلام في معنى قوله تعالى مدهامتان، يعني دلالة إلى شدة تمكن اللون الأخضر وأنهما ممتلئتان من الخضرة. وقال هناك في الجنتين الأوليين فيهما عينان تجريان، وقال هنا فيهما عينان نضاقتان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما نضاقتان أي فياضتان موارتان بالماء، ولا شك أن الجري أقوى من النطق. وقال الضحاك نضاقتان أي ممتلئتان لا تنقطعان. فمعنى نضاقتان فوارتان بالماء، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال هناك فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة، هذا يعم جميع أنواع الفاكهة. أما هنا فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان، ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة، وهي نكرة في سياق الإثبات، نكرة في سياق الإثبات لا تعم. لكن هناك في قوله تعالى فيهما من كل فاكهة، فكل صيغة مصير العموم. ولهذا تذكر هنا قوله تبارك وتعالى فيهما فاكهة ثم قال ونخل ورمان، من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره، وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. واضح. هذا كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلوات الخمس والوسطى منها هي صلاة العصر، لكن هذا لمزيد الاعتناء بتخصيص ذكر بتخصيص صلاة العصر بالذكر. وكذلك قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو لكبره، وجبريل وميكال هم ملائكة، هم من الملائكة، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام. ثم قال تبارك وتعالى فيهن خيرات حسان. يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى فيهن فاكهة ونخل ورمان، وإنما أفردهما بالذكر يعني مع أنه من الفاكهة بيانا لفضلهما، كأنهما لما لهما من المزية جنسان آخران، كأنهما لما لهما من المزية جنسان آخران. ثم يقول الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان، خيرات جمع خيرة بالتسجيل، إلا أنه خفت لأن أصلها خيرة خفتت. فيهن خيرات حسان يعني فاضلات الأخلاق، خيرات فاضلات الأخلاق، وإيثار ضمير المؤنث على التثنية مراعاة اللفظ المسند إليه بعده. فيهن لم يقل فيهن للكلام على الجنتين، لكن آثر هنا أن يعبر بضمير المؤنث هي اللي هي فيهن على التثنية مراعاة للفظ المسند إليه بعده، لأن المسند إليه بعده فيه الجمع،
فيهن خيرات ختان، ختان يعني ختان الوجوه، فخيرات إشارة إلى فضيلة الأخلاق لأنهن فاضلات في أخلاقهن، وأما ختان ففيها وصف الخلق نفسه، الأول للخلق والثاني للخلق، يعني ختان الوجوه فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول ابن كثير فينا المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة، فإن خيرات جمع يعني خيرة يعني خيرات كثيرة في الجنة، وقيل خيرات جمع خيرة أو خيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. قال الجمهور، وفي بعض الأحاديث أن الحورين يغنين لأزواجهن نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام، ولهذا قرأ بعضهم فيهن خيرات حسان بالتشبيه فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد ناقش المفسرون هنا مسألة، يعني أيهما أحسن أو أيهما أكثر حسنا، الحور أو الآدميات؟ فبعض العلماء قال الحور، الحور أفضل من الآدميات لما ذكر من وصفهن في القرآن والسنة بصفات الجمال في الخلق والخلق. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت وأبدله زوجا خيرا من زوجه، وأبدله زوجا خيرا من زوجه، فقالوا خيرا من زوجه يدل على أن التي يزوجها المؤمن من حور العين أفضل من زوجه التي هي الأجنبية. وإن كان يمكن الجواب عن هذا بأنه إذا مات الرجل ودخلت زوجته بعده فالدعاء له الآن بعد انتقاله إلى يعني الدار الآخرة أو إلى المقدمات الآخرة وهي البرزخ، واضح؟ فلا تدخل معه زوجه مثلا، يمكن أن ينفكر عن هذا في هذا الجواب الله تعالى أعلم. لكن على أي حال هذا دليل من أدلة من ذهب إلى تفضيل الحور العين وأبدله زوجا خيرا من زوجه. و قول آخر أو القول الثاني، الآدميات أفضل من الحور العين، لأن الآدميات مكلفات وقد عملنا أعمالا صالحة في الدنيا وأطعنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. و يعني هذا إشارة عابرة لسنة هذه المسألة. أيضا مما ينبغي أن نعلمه أن الحور لسنا من نساء الدنيا، الحور لسنا من نساء الدنيا بل هن مخلوقات في الجنة، لقول الله عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وأكثر نساء الدنيا مطموثات. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أقل ساكن الجنة النساء، إن أقل ساكن الجنة النساء، فإذا كان أقل ساكن الجنة النساء فالمعنى أن أهل الجنة من الرجال لا يصيب كل واحد منهم إلا يعني لا ليس كل واحد منهم يقيم امرأة، يعني فطبعا هذا مما يستدل به على أن الحور لسنا من نساء الدنيا، واضح؟ لأن لو كان يعني بما أن أقل تأكيد الجنة هو النساء فبالتالي لن يصيب كل واحد منهم امرأة من المؤمنين في الجنة امرأة، مع أن الله سبحانه وتعالى وعد الحور العين لجماعتهم جميع المؤمنين سوف يزوجون الحور العين، فثبت ان الحور العين لسنا من نساء الدنيا وانما هن مخلوقات يخلقهن الله سبحانه وتعالى في الجنه. فجاء في الحديث انهن يجدن نحن الخيرات الختان خلقنا لازواج كرام. ثم قال تبارك وتعالى حور مقصورات في الخيام، الحور جمع حوراء والحوراء البيضاء النقية، ومعنى مقصورات أي قصرن أنفسهن على منازلهن لا يهمهن إلا زينتهن ولهوهن. والخيام يعنى بها البيوت، وقد يسمي العرب هواجج النساء خياما. أي نعم. ويقول الحافظ ابن كثير في قوله تعالى حور مقصورات في الخيام أي محبوسات حتى خيانة وتكرم، حور مقصورات في الخيام محبوسات حتى خيانة وتكرمة. فهذا الحث ليس كما يعني يزعم الناس أنه انتهان للمرأة وكذا، وإنما هو حث من أجل الخيانة
والحماية والتكريم لمكافة الشيء الذي له قيمة ونفيس، فإنه يقال ولا يهان ولا يبغل يعني للناظرين، وإنما يقال يعني حبة اللؤلؤ مثلا تقام داخل الصبحة لأنها ثمينة، من امتلك جواهر أو أشياء من هذه الأشياء التي يكون في مكان يؤمن عليها يعني فيه، هنا حور مقصورات في الخيام. أما وهذا في الجنتين اللتين هما دون الجنتين اللتين هناك، قال فيهن قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف. الفرق إيه؟ قاصرات الطرف نسب قصر الطرف إيه؟ إليهن. أما هنا فقال حور مقصورات يعني قصرت أطرافهن، ولا شك أن التي قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت، وإن كان الجميع مخدرات، مخدرات يعني غنائم، مخدرات من التخدير يعني اللي هو للمرأة تستر وراء الخد غطاء أو ستارة في أقصى مكان في البيت تختبئ فيه العذراء من شدة حيائها. واضح كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في سجلها، في السبب تزرح بريء اسمه كف المخدرات، طرح أخطر أخطر المخدرات، المخدرات يعني الأفكار المطولة المكتورة. واضح. وحتى أعتقد في الريف أو في الصيد البنت إذا كبرت تقول دي اتخدرت، يعني إيه اتخدرت؟ يعني كبرت فمفروض إنها بتصان وتكثر يعني في داخل البيت. حور كما قلنا جمع حوراء، والحوراء الشديدة بياض العين الشديدة سوادها، الشديدة بياض العين الشديدة سوادها. وقوله مقصورات كما قلنا محبوسات حتى صيامة وتكريمة، فالمقصود هنا يعني عدم خروجهن أو نظرهن وتطلعهن إلى غير أزواجهن. وأنشدنا قول كثير وأنت التي مخاطبا عزة، وأنت التي حببت كل خطيرة إلي وما تدري بذاك الخطائر، عنيت خطيرات الحجال ولم أرد صار الخطى سر النساء البحاكر. يعني أنت التي حببت كل خطيرة يعني كل امرأة قارة في بيتها مقصور على بيتها إلي وما تدري بذاك الخطائر، عنيت خطيرات الحجال يعني أعني النساء اللائي يحصرنا هنا داخل الخيام أو داخل الورود أو داخل الخد ولا يخالطنا الرجال، عنيت خطيرات الحجال ولم أرد قطار الخطى، لست أرتبح لهذا المرأة الخطيرة في خطاها سر النساء البحاكر، يعني الخطيرة المجتمعات الخلق. حور مقصورات في الخيام في الحجان نتنى في الطوافات في الطرق. أما الخيام فقيل هي خيام اللؤلؤ، في الجنة خيمة واحدة من اللؤلؤة أربعة فراسخ، في أربعة فراسخ عليها 4000 ذراع من الذهب. أين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني بهن حور الجنتين اللتين من دون الأوليين، أو أنه تكرير لما سبق للتنويه بهذا الوقت، وكونه في مقدمة المستهيات وطليعة الملذات. فقال عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، إلا أن الله سبحانه وتعالى ذات في وقت الأوائل الحور الأوائل فقال كأنهن الياقوت والمرجان، أما هنا فلم يصف هؤلاء الحور بذلك، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال عز وجل متكئين على رفرف، أي على سرر أو مسالك أو وسائل، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، أي سرر أو مسالك أو وسائل خضر وعبقري، أي مناطق ومطف حسان أي جياد، والصفة كاشفة يعني العبقري التي هي حسان، لأن أصل الصفة العبقرية هذه لا تقال إلا على الجيد، فهنا كشف عن الصفة بقوله يعني متكئين على رفرف خضر وعبقري الحسان، فقد يظن ظن أن هناك شيء يوصف بأنه عبقري ولا يكون حسنا، فكما قال الصفة كشفة لأن كل عبقري فهو
لابد أن يكون حسنا. هذه أنواع يعني إيه نفيسة جدا من هذه الزراضي كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: متكئين على رخرف خضر وعلى طري حسان. أما الرخرف عن ابن عباس هي المحارس، الرخرف المحارس، المحارس جمع محدث بصفة الليل محدث، والمحدث ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه، يعني ملائكة السرير اللي الإنسان بينام عليه، هذه المحدث. وهذا في قول يعني إن هو الرخرف، رخرف الخضر يعني هذه المحارس، الثوب الذي يطرح لينام الإنسان عليه على السرير. وقال علاء بن بدر: الرخرف على السرير كهيئة المحارس المتدلي. وقال عاصم الجحدري: متكئين على رفرف الخضر يعني الوسائد. هذا قول آخر، إنها الوسائد. وعن سعيد بن جبير قال: الرفرف رياض الجنة. والرفرف هي المجالس المحارس يتكئون على خدولها، يتكئون على خدولها يعني أنها متدلية. متكئين على رفرف الخضر وعلى طري الختان، وعلى طري الختان. العبقري هي الزرابي، وقال سعيد الزار هي عفاق الزرابي يعني زيادها. وقال مجاهد: العبقري الجباد. وسئل الحسن البصري عن قوله وعبقري الحسان فقال: هي بطط أهل الجنة لا أبا لكم فاطلبوها. وعنه أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم: العبقري أحمر وأصفر وأخضر. وقيل: العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية: العبقري القنافس المخملة إلى الرقة ما هي. وقال الحسيبي: كل ثوب مغسل عند العرب عبقري. وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي. وقال الخليل بن أحمد: كل شيء يسر، كل شيء يسر من الرجال وغير ذلك يسمى عند العربي عبقريا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: فلم أرى عبقريا يفري فريا أو يفري فريا. والعبقري هنا مقصود رئيس القوم وجليلهم. على أي الأحوال نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما يعرفونه، خاطبهم الله سبحانه وتعالى بما تعرفوا. مما تعرفه العرب أن هذه العبقري هي من أنفس الأشياء، الزرابي أو البسط أو السجاجيد أو كذا، لكنها توصف بأنها عبقرية. فالعرب لهم كلام في أصل وصف السيد أنه عبقري. قال ابن الأنباري: إن الأصل فيه أن عبقر قرية يسكنها الجن، ينسب إليها كل فائق جليل، أي شيء جليل ينسب إلى قرية عبقر، باعتبار أنهم قالوا أن هذه القرية قد عبقر يسكنها الجن. فكل شيء فائق جليل يوصف به بأنه عبقري. وقال الخليل: كل جليل نافس فاضل فاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العربي عبقري. واضح. يعني هذا فيما يتعلق بالنصح، قال حينما قال متكئين على رفرف الخضر وعلى طري الحسان، هل يفهم من هذا كلمه عبقري ان هذا النسيج مثلا او السجاجيد او الزرابي هذه المصنوعه في وادي العقرب او في مكان اللي هو بيسمى عقرب ومشهور بحسن الناس به وكذا؟ لا، لكنه يخاطبهم بما يعرفون، لانه اذا ارادوا ان يعبروا عن حدث الزرابي فانهم يصفونه بانه ايه عبقري. وكما قلنا صفه كاشفه، لما هي كلمه عبقري بس لوحدها تدل على انه جيد ونفيس وفاخر وجليل الى اخره. فلما قال حسان قلنا ان هذه صفه كاشفه، يعني لا يفهم من قوله عبقري حسان انه يمكن ان تكون هناك عبقري ليس حسانا، وانما كل عبقري فلا بد ان يكون حسنا. لذلك قال عبقري حسان، قلنا انها صفه كاشفه. واضح. فعلى كل، وطبعا كما قلنا يعني انهم ينسبون الى عبقر كل شيء يعجبون من خلقه وجودته وصنعته وقوته. اي شيء كان العرب يعجبون من خلق من صنعوه وجودته وقوته بهذا الوصف اللي هو العبقري. وايضا توصف به كما قلنا
كل جديد ناقص قابل ساحر من الرجال والنساء وغيرهم العرب تسميها عبقرية. وفي الحديث فلم أرى في عمر فلم أرى عبقريا يفري سريا يفري سريا. ملفة النظر يا ترى لابد أنكم سمعتم عن تمثيلة من العبقات تسمى العبقرية عبقرية محمد عبقرية عمر عبقرية الصديق وهكذا. في الحقيقة يعني حصل نوع من الجدل حول إطلاق وصف العبقري على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصف الرسول كان بأنه أعظم الأبطال أو أنه أشجع الشجعان أو أنه أفضل مئة شخصية عرفها العالم. هذا كله بالنسبة إلينا المفروض أن لا يعني هذا نوع من الرضا بالدون من الرضا بالدون حينما نقلع بأن يوصف الرسول أنه عبقري. عبقري ما في يعني النقاش في أنه أكبر البشر في كل صفاته عليه الصلاة. انما الحال بالناس ينقسمون الى مؤمنين وكفار واهل جنه واهل نار ليس على اساس هل يؤمنون ان محمدا عبقري او غير عبقري عليه السلام او انه بطل او غير بطل. واضح في كل المقاييس البشريه حتى من الغلط يشك انه افضل البشر. لكن الحد الفاصل بين الايمان والكفر فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم انك تشهد ان محمدا رسول الله. اما انك يبدي اعجابك فهو يعني رغم انك لابد ان يعجب باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رسله وكذا وكذا من سؤوله. هذه مساله ما يعني يجادل فيها منطق. ولذلك راينا كثيرا من الكفار يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا سليما جدا ومدحا عظيما كموسى الشاعر الالماني المعروف له كلام كل ستوري الروسي الاديب الروسي له كلام في رايه الرفعه والاحترام للرسول عليه السلام بن مرسو وهكذا. ورئيس المدعو غاندي هذا ابن غاندي ابن غاندي اسلم دخل في الاسلام. ابن غاندي الوثني هذا الهندي عبد البقر دخل في الاسلام. فهؤلاء الناس يعني لم يدخلوا في الاسلام بمجرد ان يمدحوا الرسول عليه الصلاه حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فالرسول عليه الصلاه بعث كي يؤمن الناس بان لا اله الا الله وانه رسول الله. اما الوقوف عند كلمه عبقريه ونحن نصر حينما نجد هؤلاء الناس يمدحونه بكذا وكذا مما هو دون الاعتراف بانه رسول الله فيعني ما يهز فينا شعره. واضح. هو يعكس طبعا ان يعني صفات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا ينبغي ان يختلف فيها عاقل انه اكبر البشر. ولكن الكفر عند هذا الحد لا. هو يكرم بنابليون ويكرم بكذا وكذا هذا كلام عجيب يعني. لكن الحد الفاصل بين الايمان والكفر ان تؤمن ان محمدا نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وعلى كل تقدير صفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة فإنه قد قال هناك متكئين على فرش بطائنها من استبرق فنعس بطائن فرشهم وسكت عن ظاهرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. يعني كان البطائن من استبرق وهو الديباج الحرير فكيف بالظواهر؟ لا شك هذا من باب التنبيه بالاسم الادنى على الاعلى. وتمام الخاتمه انه قال بعض الصفات المتقدمه بعد ما كل الصفات المتقدمه في الجنتين يقول ايه؟ قال هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فوصف اهلها بالاحسان وهو اعلى المراتب والنهايات كما في حديث جبريل لما سال عن الاسلام ثم الايمان ثم الاحسان. هذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين. يعني أن من إكرامه أهل صاحبه من كل هذا الإكرام هذه النعمة وهي إكرام من أطاعه منكم هذا الإكرام. فهل تكذبان يا معشر الجن والإنس بهذا الإكرام أنك هو في هاتين الجنتين أيضا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي ذي العظمة والكبرياء والتفضل بالآلاء. فمعنى قوله ذي الجلال والإكرام أي هو سبحانه وتعالى أهل أن يجل فلا يعطى وأن يكرم فيعبد ويستر فلا يفخر ويذكر فلا ينفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام للسيبة المسلم وللسلطان المقتد وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ورواه أبو داود. وعن أنس مرفوعا
يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ألفوا بياء الجلال والإكرام، ألفوا بياء الجلال والإكرام، ألفوا يعني إلزموا هذا الاسم واثبتوا عليه وأكثروا من الدعاء به، يعني حاول أن يكثر في دعائه أن يقول يا ذا الجلال والإكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والاسم هنا كناية عن الذات العالية، يعني تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام مثل تبارك ربك ذي الجلال والإكرام. حينما تقول سبح اسم ربي الأعلى، هل أنت تقول سبحان اسم ربي الأعلى؟ تقول سبحان ربي الأعلى، فلنقصد به الذات العالية. لماذا؟ لأنه كثر اقتران الفعل المذكور معه، واضح؟ كقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا، فقال تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يقوي هذا القراءة بالرفع، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام على صفة للاسم. وسر إيثاء الاسم رغم أن المقصود هو الذات العلية التنبيه على أنه لا يعرف منه تعالى إلا أسماؤه الحسنى لاستحالة اكتناه الذات المقدسة، فما عرف الله إلا الله، واضح؟ يعني تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اقتصر على عز وجل على ذكر ايه الاسم، تنبيه على اننا لا نعرف من الله سبحانه وتعالى الا اسماءه الحسنى، حتى الاسماء الحسنى لا نعرفها كلها وانما نعرف ما كشف لنا منها. اسالك بكل اسم لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب انك، فاسماء الله لا تنحط في 99 وانما هي اكثر من ذلك لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نعرف من الا الاسماء، وحتى الاسماء لا نعرف الا هذا العلم المحدود لاستحاله اكتناه الذات المقدسه، فما عرف الله عز وجل الا الله. وقيل ان لفظ اسم مقحم كقول الشاعر الى الحول ثم اسم السلام عليكما، يعني ثم السلام عليكما، فلفظ اسم يعني مقحمه. وهذا الشاعر هو لبيد ابن ربيعة في خطيبة يخاطب فيها بنتيه تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا ذو الربيعة أو مضر، ثم أمرهما بأمره فقال قبل بيت الشهيد تقوما فقولا بالذي قد علمتما، يعني يوصيهما بعد ما يموت ماذا يفعلان، تقوما فقولا بالذي قد علمتما ولا تحنسا وجها ولا تحلقا شعر، وقولا هو المرء الذي لا خليله أضاع ولا خان الصديق ولا غدر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يكفي حولا كاملا فقد يعتبر انحداد في الجنية يستمر سنة كاملة، واضح؟ فالثاني هنا قوله إلى الحول يعني الإبكية والجنان والقرى محاسنه إلى الحول مدة سنة كاملة، إلى الحول ثم اسم السلام عليكم، يعني ثم السلام عليكم، فهذا شاهد لحدث أو لإقحام لفظة اسم. وقول الله تبارك وتعالى هنا في آخر هذه السورة الكريمة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني كأنه من باب رد العجز على الصف، لأن السورة اختتمت بالاسم الكريم الرحمن واختتمت تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وفيما بينهما السورة كلها في تعداد نعم الله وآلائه على خلقه، فكأن المراد بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام كأنه يريد الاسم الذي فتحت فيه هذه السورة وهو اسم الرحمن، فافتتح بهذا الاسم فوصف خلق الإنسان والجن وخلق السماوات والأرض وصنعه وأنه عز وجل كل يوم هو في شأن، ووصف تدبيره فيه ثم وصف يوم القيامة وأهوالها وصفة النار ثم ختمها بصفة الجنان، ثم قال في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي تبارك هذا الاسم الذي افتتح به هذه السورة، كأنه سبحانه وتعالى يعلمهم أن هذا كله خرج لكم من رحمته، كل هذا الذي ذكر في السورة خرج لكم من رحمته، فمن رحمتي خلقتكم ومن رحمتي خلقت لكم السماء والأرض ومن رحمتي خلقت الخلق والخليقة والجنة والنار،
فهذا كله لكم من اسم الرحمن، فما بحكمه. ثم قال ذي الجلال والإكرام، يعني أنه جليل في ذاته، كريم في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. فمن المقتضى هذه الآية الكريمة أن يعظم اسم الله سبحانه وتعالى، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فمن تعظيم الله عز وجل أن يطال عن يعني أي شيء يتنافى مع إكرامه. واضح. يقول عبد الله بن عون رحمه الله تعالى: كان محمد أي ابن سيرين يكرم أن يستري بهذه الدنانير المحدثة والدراهم التي عليها اسم الله. واضح. مع أن هناك بولا شاسعا بين امتهان اسم الله عز وجل بأن يكتب على الدنانير الذهبية، وبين ما يحصل الآن من كتابته على أوراق الجرائد وكذا وكذا، ثم يمتهن الاسم الكريم. هذا يتصادم مع مقتضى قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فيجب يعني تمييز اسم الله سبحانه وتعالى عن أي تعريض له، يعني الامتهان أو ما لا يليق به من الإكرام. لأن بعض الناس تتساهل في أشياء لا يحسنون ذلك. تجد بعض الناس نخفض الباب، نخفض الباب بالكثرة عليه ساعات: الله أكبر، ما شاء الله، إلى آخره. فاسم الجلالة ما يستعمل هذا الاستعمال، يستعمله كآلة ويخفض باليد وكذا وكذا، لا. واضح. فما ينبغي التهاون في مثل هذا يعني الأمر. والأعداء أعداء الإسلام والكفرة الآن إذا أرادوا أن يغيظوا المسلمين تعرفون ما يفعلونه من الإهانة لاسم الله سبحانه وتعالى. فما يليق بمسلم أبدا أن يمتهن اسم الله عز وجل إلا إذا تعمد ذلك أنه يكفر. يكفر. واضح. وقد نص العلماء على أنه يعني في كتاب قضاء الحاجة كما نقشها من قبل أنه لا يجوز أبدا أن يتم الاستنجاء بما هو محترم. مما هو محترم نجد تهاون الناس تهاون سديدا جدا في التعامل مع الأوراق الجرائد. واحد عايز يصلي رضي عايز يصلي لعظم ربنا بالركوع ثم يقع على اسم الله، لأن الجرائد لا يمكن تخلو أبدا من اسم الله. الجرائد المكتوبة بالعربي هذه على الأقل هي ليس فيها ذكر الله على سبيل الكلام الديني إلا ما نظر، ولكن تخلو اسم وزير أو مسؤول أو مدير أو شخص يتكلم اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو نحو ذلك من أسماء الله. فإذا وضعت عليك أنك أهنت اسم الله سبحانه وتعالى فلان بل تتهم بي، أنت بتصلي تترك تهين اسم الله أو تنفذ البضائع في إيه في الأوراق الجرائد. ينبغي الاجتهاد في التنزه من هذا الإيه يعني الفعل. هو الحقيقة يعني لو يساعدونا الجماعة اللي في الجرائد يبقى عندنا فاضية، يبقى عندنا فاضية غير كتابة عشان نستطيع نستعملها في هذه الأشياء بدون تحرج، وحكون الفائدة أحسن حقيقة وفيها كسب كثير من الصبر. أي نعم. يحكم الخاتمي رحمه الله تعالى يختم تفسيره لسورة الرحمن بهذه الفائدة، يقول: فيما قاله الأئمة في سر تكرير فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال السيوطي في الإتقان في بحث التكرير: قد يكون التكرير غير تأثير صناعة وإن كان مفيدا للتأثير معنا. يعني التأثير يستعمل إيه؟ التكرار أقصد أو التكرير يستعمل للتوثيق. يا علقمة يا علقمة يا علقمة خير تميم إيه كلها وأكرمة. واضح. فحينما تكرر شيء فأنت تريد التوثيق، لكن أحيانا يراد به شيء غير التأثير. ومنه ما وقع فيه الفرق بين المكررين، فإن التأثير لا يفصل بينه وبين مؤكده. ثم قال: وجعل منه قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإنها وإن تكررت ميتا وثلاثين مرة فكل واحدة تتعلق بما قبلها، ولذلك زادت على ثلاثة، ولو كان الجميع عائدا إلى شيء واحد لما زاد على ثلاثة، لأن التأكيد لا يزيد عليها. قال ابن عبد السلام وغيره. وفي عروض الأفراح: فإن قلت إذا كان المراد بكل ما قبله، فإذا كان المراد بكل ما قبله يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان، مثلا بعد قوله هل جزاء الثاني الأحسان، يبقى آلاء ربكما المذكورة في هذه الآية بذاتها قبلها، فليس ذلك بإصناف، بل هي ألفاظ كل أريد به غير ما أريد به الآخر، رغم الألفاظ هي هي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لكن المقصود بالآلاء في كل مرة غير
المقصود بها في المرة في الأخرى. يعني هذا إيه؟ يختلف من كلامنا بحر أن هذا تأثير، تأثير لمعنى جديد، يعني العلاء يخاف بها إلى ما ذكر حانفا. إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ فكل واحد أريد به ما أريد بالآخر، لكن قدر يكون نصا فيما يليه ظاهرا في غيره. فإن قلت يلزم التأكيد قلت والأمر كذلك، ولا يرجو عليه أن التأكيد لا يزاد به عن ثلاثة، لأن ذاك في التأكيد الذي هو تابع. أما ذكر الشيء في مقامات المتعة كذا أكثر من ثلاثة فلا يمتنع. وقال عز بن عبد السلام في كتابه الإشارة إلى الإيجاز، وأما قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيجوز أن تكون مكررة على جميع أنعمه، ويجوز أن يراد بكل واحدة منهن ما وقع بينها وبين التي قبلها من نعمة، ويجوز أن يراد بالأولى ما تقدمها من النعم، وبالثانية ما تقدمها، وبالثالثة ما تقدم على الأولى والثانية، وبالرابعة ما تقدم على الأولى والثانية والثالثة، وهكذا إلى آخر السورة. يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان في أول موضع مقصود به إيه؟ ما سبق فيما تقدم، في ثاني موضع ما قبلها وما سبق أيضا، يبقى الموضع الأول والثاني، في الثالث مرة يبقى الثالث والثاني والأول، وهكذا إلى آخر السورة. فإن قيل كيف يكون قوله سنفره لكم أيها الثقلان نعمة، وقوله يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، كيف يكون نعمة؟ وكذلك قول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون فيطوفون بينها وبين حميم آن، كيف يكون هذا نعمة؟ وقوله يرسل عليكما شراب من نار ونحاس فلا تنتصران، وقوله يطوفون بينها وبين حميم آن، قلنا هذه كلها نعم جسام، لأن الله هدد العباد بها استصلاحا لهم، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يعلمون في الدنيا ويقولك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآيات في وقت النار وعذاب النار وهذه الأهوال هي استصلاح لإصلاح الناس ولحثهم على التوبة والاستقامة، فالترهيب نعمة من حيث إنه زاجر عن المحرمات ودافع إلى الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. إذن هذه كلها نعم الجسام، لأن الله هدد العباد بها استصلاحا لهم ليخرجوا من حيز الكفر والطغيان والفسوق والعصيان إلى حيز الطاعة والإيمان والانقياد والإذعان. فإن من حذر من طريق الردى وبين ما فيها من الأذى وحث على طريق السلامة الموصلة إلى المثوبة والكرامة كان منعما غاية الإنعام ومحسنا غاية الإحسان. ومثل ذلك قوله هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن، يعني في سورة ياسين. وعلى هذا تصلح فيه مناسبة الرب بذكر صفة الرحمة في ذلك المقام، لأن في قول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يعني نفس المناسبة في ذكر إيه؟ يعني ما يقع من العذاب والأهوال. لا يستغرب انه وعد بالعذاب وبيان عذاب المسلمين وفي نفس الوقت نصل الى الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اما قوله كل من عليها فان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فأين النعمة في هذا الخبر كل من عليها فان؟ هذا تذكير بالموت والفناء للترغيب في الإقبال على العمل لدار البقاء وفي الإعراض عن دار الفناء. وقال البغوي كررت هذه الآية في 31 موضعا تقريرا للنعمة وتأكيدا للتذكير بها، ثم عدد على الخلق آلاءه وفصل بين كل نعمتين بما نبههم عليه ليكرمهم النعم ويقررهم بها، كقول الرجل لمن أحسن إليه وتابع إليه بالأيادي وهو ينكرها ويكفرها فيقول له ألم تكن فقيرا فأغنيتك أفتنكر هذا، ألم تكن عريانا فكفوتك أفتنكر هذا، ألم تكن خاملا فعززتك أفتنكر هذا. ومثل هذا الكلام شائع في كلام العرب. وقال في الدرر والغرب التكرار في سورة الرحمن إنما حسن بالتقرير بالنعم المختلفة المعتبة، فكلما ذكر نعمة أنعم بها وابقى على التكرير، كما يقول الرجل لغيره ألم أحسن إليك بأن خولتك في الأموال، ألم أحسن إليك بأن فعلت بك كذا وكذا، فيحصل فيه التكرير لاختلاف ما يقرر به، وهو كثير في كلام العرب وأشعارهم، كقول مهلهل يرثي خليبا
على أن ليس عدلا من كليب إذا ما عظيم جيران المدير، على أن ليس عدلا من كليب، على أن ليس عدلا من كليب إذا ما عظيم جيران المدير، على أن ليس عدلا من كليب إذا رجف العظام من الدبور، على أن ليس عدلا من كليب إذا خرجت مخبأة الخدور، على أن ليس عدلا من كليب إذا ما أعلنت نجوى الأمور، على أن ليس عدلا من كليب إذا فيت المخوف من الثغور، على أن ليس عدلا من كليب غداك سلاسل الأمر الكبير، على أن ليس عدلا من كليب إذا ما صار جار المستدير. ثم أنسب قصائد أخرى على هذا النمط وهو من لطائف العربي سعد السعد. وقال شيخ الإسلام في متشابه القرآن ذكرت هذه الآية 31 مرة، 8 منها يعني طبيعية لا ربكم السبب، 8 منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعاده. ثم 7 منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها بعدد أبواب جهنم، يعني الآيات التي فيها ذكر النار وشدائد النار وذكرت فيها آيات إيه؟ فبأي آلاء ربكم تكذبان، 7 مرات، 7 مرات وعدد أبواب إيه؟ جهنم. انظر إلى المناسبة عند الكلام على جهنم وعلى العذاب وذكر كل قول تعالى فبأي آلاء ربكم تكذبان 7 مرات، والمعروف أن عدد أبواب جهنم إيه؟ فإله 7 أبواب. وحسن ذكر الآلاء عقدها لأن من جملة الآلاء رفع البلاء وتأثير العقاب، يعني رغم أنها آيات في العذاب لكن يحسن أن يأتي بعدها ذكر الآلاء والامتنان بالآلاء. لماذا؟ لأن من جملة الآلاء أن هذا البلاء الآن غير واقع بكم والعقاب لا ينزل بكم حالا، وإنما هو مؤجل إلى أجل يعلمه الله سبحانه وتعالى. ففيه أيضا نفس هذا المعنى الذي أشرنا إليه من قبل. وبعد هذه 7 8 في وقت الجنتين وأهلهما، يعني في الجنتين الأولين ذكرت إيه؟ فبأي آلاء ربكم تكذبان 8 مرات في وقت الجنتين وأهلهما، فثمانية هو عدد أبواب الجنة، وثمانية أخرى بعدها في الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأوليين أفضل من قوله ومن دونهما جنتان. فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق هاتين الثمانيتين من الله ووقاه السبعة السابقة. اللهم زدنا اطلاعا على لطائف قرآنك الكريم وروقا على لآلئ فرقانك العظيم. هذا آخر سورة تفسير سورة الرحمن. نكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.